ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأطباء السبعة. اليوم عندنا فقرات حلوة ومميزة. اليوم رح نروح على غرفة العمليات ونشوف عملية، بعدين في عندنا مقابلات جيدة، وفي عندنا كمان تبسيط رح نحكي عن إجراء طبي بطريقة مبسطة. كيفك دكتورة أمال؟ الحمد لله تمام، كيفك رامي؟ اليوم قررنا نحكي بصفتك أنت معنا على التغيرات الهرمونية والنفسية اللي بتصاحب الولادة بعد الولادة وتأثيراتها على الأم وعلى على الطفل. هلأ نبدأ فيك بالأول لأنه بما أنه الأم بعدين بيجي يلا طيب أوكي. هلأ بشكل عام عادة بعد الولادة الهرمونات تاعت الحمل، هذول الأستروجين والبروجسترون، هذول كلهم بيشبهوا الستيرويد، فهم بسموهم هرمونز أوف ويل بينج، يعني سعادة بشكل عام. الوحدة خلال الحمل مع أنها بجوز ما تكونش حاسة بس هرمونات بتكون عالية، وهي لما تنزل هذا التغير المفاجئ بالهرمون بيأثر على النفسية، بالإضافة للتغيرات اللي بتصير حواليها، خاصة إذا هي أم أول مرة تروح مع الأعباء، خايفة على البيبي، خايفة على حالها، مش عارفة تدير بالها حالها ولا على البيبي، إجا الحليب ما إجاش الحليب، صح. كل هذا بيأثر على نفسها. فتقريبا بقولوا 80-90% من الستات الحوامل بنصابوا بأول 10-14 يوم بإشي بسموه البيبي بلوز. هذا طبيعي، فيها تقلبات بالمزاج. زمان كنت أنا أحكي للمريضة، هلأ بطلت، صرت أحكي لجوز المريضة عشان يدير باله عليها. مرتك رح يصيبها إشي اسمه بيبي بلوز، رح تعدى إذا لقيتها بتعيط لحالها، إذا لقيتها مرات زعلانة، فهذا طبيعي مشان التغيرات اللي بتصير. هلأ 8-10% من الستات مش بس بيبي بلوز، بصير عندهم بعدين بوست بارتم ديبريشن اللي هي اكتئاب ما بعد الولادة. هذا إشي كمان لازم ننتبه منه. هلأ هذا طبعاً بيأثر على البيبي، صح؟ طبعاً. هلأ اللي بيصير عند الأم يمكن أنت بتعرف إنه بتصير تهمل الطفل، أو مثلاً بيصير يبكي الطفل ما بدها تسمع صوته، بتحاول قدر الإمكان تبعد عشان تنسى إنه صار في مسؤولية جديدة. يمكن هي طريقة إنها تحمي حالها من المسؤولية الجديدة، فبتصير تحاول تتجاهل الطفل الجديد. هلأ زي ما أنت حكيت، الناس اللي حوالين الأم هم أكثر ناس لازم يساعدوها بهاي الحالة، السبورت، الدعم، إنه الطفل إحنا كلنا بنساعدك فيه، إحنا بناخده منك عنك ساعات. كمان الزوج له دور كتير قوي، يمكن مهم جدا إنه يكون في حواليها عائلة مساعدة يساعدوها. ليش؟ لأنه الأم مثلا ما زبط معها تردع طبيعي، بتلاقيها صار عندها اكتئاب وما عم بتسوي الإشي الصح وبتبدأ تبكي، وبيجوا كتير على العيادة. يمكن أكثر ناس عرضة للمشكلة اللي هم اللي ما عندهم أهلهم مش حواليهم. حواليهم الناس اللي بالغربة أو الناس اللي أهلهم بعاد عنهم، هذول يمكن عرضة أكثر إنه يبين عليهم. ومرات كمان بتفاقم الوضع، يمكن إذا بتذكراني لما يصير يوصلوا لمرحلة إنه ممكن يأذوا أطفالهم، فمثلا إذا ببكي بتحاول تسكته بإيدها، وهنا بتخرج عن نطاق السيطرة. وفي حالات للأسف الشديد حالات تكون حالات سيئة سيئة جدا، عشان هيك ضروري كتير ما تتاخذ هاي بإنه لا هي بس خايفة متوترة، لا لازم يكون في حذر وانتباه. أنا دائما بحكي للستات الحوامل في شغلة بسيطة جدا، إذا أنت حاسة حالك مكتئبة، بتعرف إحنا عنا ببلادنا بخافوا كتير إنه في هذا العيب إنه لا والله شو اكتئاب وإحباط ومرض نفسي وإشي، فبخافوا منه. ففي على الإنترنت في إشي اسمه أدنبرا سكيل فور ديبريشن، هو عبارة عن أسئلة أولية بتسألك عن وضعك خلال آخر 7 أيام، وبتعطيكي رقم يعني علامة. إذا فعلاً حسيتي، هو بقول لك مثلاً علامتك من هون لهون ما تخافي ما في شيء، علامتك من هون لهون، إذا علامتك أكثر من هيك لا إلجأ إلى طبيبك أو خلي الطبيب يشوفك، لأنه ممكن يساعدها كثير بهاي الشغلات. لازم تعرف إنه هي بتقدر تعمل اللي بتقدر عليه، بس مش لازم كل أم يكون عندها القدرة على إنها ترضع طبيعي، كل أم لازم تكون هي تدير بها، دائماً بتحتاج لمساعدة، وهذا إشي طبيعي خاصة الطفل الأول. حتى مرات بنشوفها بالطفل الثاني لأنها بتحس حالها مسؤولة عن 2 أو 3 أو 4، خاصة إذا كانوا قرابة بعض، بتحس حالها إنه ما عم بقدر أركز، وبتيجي الأم مجهدة وعن جد في عندها علامات اكتئاب. يمكن هيك ضوينا شوي على الحالة النفسية للأم بعد الولادة. نروح على العمليات إن شاء الله.